خلينا نروح لفعاليات اسبوع ابو ظبي للاستدامه، لا زالت مستمره وكان في تركيز على ضروره مواجهه تحديات تغير المناخ والتقليل من الانبعاثات الكربونيه. ملتقى كليكس لتبادل الابتكارات استعرض مشاركات ابتكاريه اماراتيه واللي تستضيفه وزاره التغيير المناخي والبيئه اللي استحوذت على 9 ابتكارات. الابتكارات تشمل حلول مستدامه في مجالات الفضاء ومستقبل الطاقه والغذاء والزراعه. اكيد. الدكتور ثاني بن احمد الزويري وزير التغير المناخي والبيئه افتتح ملتقى كليكس. زميلتنا ديانا نعمه كانت في الموقع وعادت لنا بهذا التقرير، خلينا نشوف المقابله هذه. نحن في وزارة التغير المناخي والبيئة نفتخر بإطلاق للعام الثاني على التوالي منصة كليكس اللي هي معنية في دعم رواد الأعمال الشباب في قطاع الاستدامة. نريد نغير المفهوم العام في المنطقة أن قطاع البيئة وقطاع التغير المناخي دائما مستنزف للأموال، لا، هناك فرص استثمارية وهو هذا اللي نحرص عليه في عرضه من خلال تجربتنا، من خلال استقطابنا للأفكار العالمية في هذه المنصة، وأيضا دعوة الممولين والشركات التمويلية لتبني مثل هذه الأفكار. الحمد لله كان نجاح باهر عام 2018 ونواصل لنجاح أكثر وأقوى إن شاء الله في عام 2019. العالم قاعد يتكلم عن تغير المناخ تقريبا الحين لـ 26 سنة، ولكن شو هي الحلول اللي وصلوها؟ الحلول دائما يتكلمون عن اتفاقيات قانونية ولكن ما يكون هناك تطبيق على أرض الواقع، وإحنا نحرص من خلال الفعاليات اللي نستضيفها في دولة الإمارات ومن خلال أسبوع أبو ظبي الاستدامة وشركاتنا الوطنية نفتخر فيها مصدر ديوا دائرة الطاقة في أبو ظبي، أن تنفيذ مثل هذه المشاريع وعرضها على العالم واستفادة من تجاربهم وأيضا نقل خبراتنا حول العالم وخاصة للدول النامية اللي هي بأمس الحاجة إلى الطاقة اللي تعتبر العصب الرئيسي لأي اقتصاد حول العالم.